خلوني سريعا اروح عبر سكايب علشان ينضم الينا من باريس العاصمه الفرنسيه الدكتور انطوان اشقر اخصائي الامراض الصدريه والجهاز التنفسي. دكتور انطوان، يعني العالم يتسابق منذ ايبولا وكل الاوبئه الا ان كوفيد 19 يعني فرض نفسه بقوه. الان العالم في حاله لهاث للحصول على حاجتين، إما تجريب بعض الأدوية اللي موجودة بالفعل أو الوصول إلى لقاح أو فاكسين يتم التعامل بيه. خليني أسمع من حضرتك الأول، الخطين دول اللي بيحصل فيهم في العالم خاصة في ظل يعني أنه منذ اللحظة الأولى كان فيه المجموعة اللي اشتغلت تحت هذا التحالف اللي اسمه التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة. مساء الخير للجميع. اولا تقرير اللي سمعت تقرير اللي حضرتك قلتي تقرير كثير دقيق. نحن في معركه حقيقيه، وهذه المعركه تختلف عن كل المعارك مع الاوبئه، خاصه في العصر الحالي. لا اتكلم عن الطاعون ولا اتكلم عن الكوليرا ولا اتكلم عن غيرها. هذه المعركه مميزه لانها ليست لدينا اي دواء للشفاء، وخاصة أن الإصابات تتراكم بشكل دراماتيكي، بشكل يومي، بشكل غير طبيعي، لا تستطيع أي دولة في العالم الحد منها وحدها. ومنذ 3 أشهر ونحن في العالم جميعا، جميع الدول المصابة في العالم تحاول التقليل من الإصابات، والمختبرات العلمية تعمل ليلا نهارا على إيجاد أي دواء أو أي لقاح. اللقاح لن يكون فعال في الوقت الحاضر، اللقاح هو فعال بعد كم أشهر، بعد 6 أو 8 أشهر للحد من إعادة الإصابة بالفيروس، وليس للحد من انتشاره حاليا. اللقاح هو للأشخاص الغير مصابين بالفيروس، ولن يشفي المصابين حاليا. علينا إيجاد دواء أو أدوية، والعالم تتسابق. صحيح. الأبحاث العلمية تتسابق لإيجاد هذا الدواء، ونحن في 2020 نحن كأطباء نحاول جاهدون للحد أو لمعالجة المصابين، وليس لنا في اليد حيلة إلا تجربة بعض الأدوية التي في متناول أيدينا. العدد كبير، العدد هائل في جميع المستشفيات، الإصابات كبيرة بالفعل جدا. طيب دكتور لا يمر يوم إلا ونستقبل مرضى. تمام دكتور أشقر، مع يعني هذا الضغط بالأعداد كما ذكرت، يتم الحديث على الأقل صحفيا عن عدد من الأدوية، إذا كان متاح أن حضرتك تقول لنا بس بعض الأدوية اللي بيتم إعطائها لهذه الأعداد للمرضى، مثل ماذا؟ لأنه التقارير الصحفية تتحدث كثيرا، وربما حتى مواقع التواصل الاجتماعي تضع أسماء لأدوية لا نملك إن كانت يعني هي الأدوية التي تعطونها أم لا. هذه مشكلة كبيرة، هو تداول الصحافة وتداول وسائل التواصل الاجتماعي بأشياء لا يعرفونها جيدا. ليس أول شيء، ليس هناك أي دواء فعال. نحن في الوقت الحاضر نستعمل بعض الأدوية التي تسمح السلطات الصحية في كافة بلدان العالم باستعمالها. نحن أكانت تحت تجارب سريرية أو تحت ضغط الإعلام والضغط الشعبي الذي يريد هذه الدواء. نحن فعليا نستعمل الإيدروكسيكلوروكين ومضاد الحيويات اسمه زيتروماكس حاليا في المرحلة الأولى عند فقط المرضى الذين يدخلون المستشفى، ونحن نطلب موافقتهم قبل استعمال الدواء. نحن لا نستطيع أن نقول للمريض سنشفيك، نحن نقول له هذه الأدوية ممكن أن تخفف من الالتهابات، هل تريد استعمالها نعم أم لا؟ هناك مرضى يقولون لنا أريد، هناك مرضى يقولون لنا لا نريد. نحن لا نستطيع فرض أي شيء على المريض. طيب. هناك أدوية أيضا مثل
الدواء ضد الالتهابات مثل ضد الانتروكين 6 نستعمله في الحالات العصيبة في العناية الفائقة، وبعض الأدوية التي جربت وأعطت نتيجة في المختبر تمام. وليس عند الإنسان، عند مثلا للإيبولا واستعملناها للإيبولا أو للزيكا، ولكن مفعولها ليس مضمونا، ليس هناك أي علاج شافي في الوقت الحاضر. لو هناك علاج شافي لما نظرنا إلى العالم وهو فاضي. جميع الدول تطلب الحظر، تفرض الحظر الإجباري على مواطنيها. لم يعد هناك من تنقلات بين الدول، صحيح، لم يعد هناك من مسافرين، لم يعد أي شيء. العالم وجهه يتغير. طيب دكتور نعم. أشكر، سامحني بس كمان كان لافت جدا إنه كوبا تبعت هذا الوفد الكبير، والوفد ده نفسه قبل كده شارك في غرب أفريقيا في مواجهة الإيبولا. يعني بمحاولة البحث الصحفي لينا كفريق عمل، يعني كوبا عندها أهم معملين أو اتنين من أهم المعامل في العالم للتعامل مع الشفرة الوراثية على المستوى الزراعي وعلى المستوى الإنساني. هل المسألة دي صحيحة؟ هل الأمر يستحق إن احنا نقف عند إن كوبا واحدة من الدول اللي مش دايما بيتم الإشارة إليها، لديها معامل وعندها خطوات حقيقية في مواجهة الفيروسات؟ سيدتي، أريد أن ألفت نظر المشاهدين. اتفضل. لو في أي دولة بالعالم عند دواء كانت أو بعته أو سوقته بالعالم كله سوا، الأطباء الذين يأتون إلى إيطاليا مثل الكوبيون، إيطاليا بسبب عدد الإصابات وبسبب إصابات الجهاز الصحي والأطباء لديها نقص لمعالجة المرضى، تطلب من العالم جميعا المزيد من الأطباء. فرنسا طلبت من الأطباء الأجانب صحيح، مساعدتها وحتى لمعالجة أمريكا. مرضاها في الجزر. صحيح، أمريكا فتحت باب الهجرة للطلاب الأجانب للإتيان إلى الولايات المتحدة أطباء لمساعدتها وممرضين. صحيح باليد العاملة. صحيح، هؤلاء الدول تطلب اليد العاملة الطبية، لا تطلب خبرات، لا تطلب أدوية، تطلب يد عاملة. إذا نحن عندنا نقص حاد بالأطباء لأن هناك عدد كبير من الأطباء يعملون. أنا أعطيك مثل، هنا سريعا. الساعة الليل 8:30 بفرنسا، تمام أنا أشتغل منذ الاثنين 7 أيام على ورا، يعني ورا بعضهم، نعمل ليلا إرهاق، نهارا. إرهاق نحن كبير لل لدينا نقص بالجهاز صحيح. الصحي. خلينا يعني نتمنى لكم يعني كل الصحة والعافية، وربنا معاكم. فعلا اللحظة تقيلة والأعداد كتيرة، وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي من باريس.